طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس ويندوز 7. هستكمل حديثنا. عندي قائمة ستارت مينيو فيها صندوق اسمه سيرش بوكس. السيرش بوكس ده وظيفته تتمثل في الآتي: لما يكون عندي مجموعة برامج كتير وأنا هاخد وقت في ان انا ادور على البرامج، على برنامج معين في وسط هذه البرامج، ببتدي ان انا اكتب حروف البرنامج على حسب ما انا فاكرها، او ان كنت عارف اسم البرنامج بكتبه وادوس سيرش بيبتدي الويندوز يجيبه لي. وليكن انا عايز شغل برنامج الرسام اللي هو البينت PAINT، تلقائيا بلاقي ان الويندوز ابتدى يجيبه لي اهو وصنفه لي وقال لي في واحد بس، تدوس بنت هيبتدي يشغله. تمام. طيب، في عندي الاول بروجرامز. الاول بروجرامز اللي فوق ديت مجرد انا اشاور عليها بس كده من غير ما ادوس هي بتفتح لوحديها، بتبتدي تعرض لي على كل البرامج اللي موجوده عندي. تمام. اجي على باك وادوس عليها او اشاور، بس مجرد انا بشاور بتقفل لوحديها. من ممكن اول ما افتح الستارت منيو وحبيت ان انا بدل ما انتظر الثانيتين ثلاثة دول عشان يفتح لوحده، بفتح على طول بالضغط، وعايز اقفل بالضغط. انا فاتح الاول بروجرامز وتنقل ما بينهم عن طريق شريط التمرير لاعلى ولاسفل. دي مجموعة برامج بتختلف من جهاز لجهاز حسب المستخدم نفسه وهو منزل برامج، لكن في حاجات بتبقى ثوابت. الثوابت ان مثلا هتلاقي في عندك انترنت اكسبلور، في عندك مثلا ويندوز دي في دي ميكر، ويندوز فاكس اند سكان، ويندوز ميديا سنتر، ميديا بلاير، ويندوز ابديت، وهكذا. والاهم من كل دوت ان في قائمه اكسسوارز اللي هي ما اختلفتش كتير عن اصدارات الويندوز السابقه، بس تحدث فيها بعض البرامج سواء زادت او الاسلوب نفسه بتاع البرنامج في التعامل اختلف بتطور. لما هاجي افتح اكسسوارز بلاقي الكالكوليتور طبعا موجوده في معظم الاصدارات السابقه، كوماند برومبت وشويه حاجات هي كل اللي فيها ان هي اختلفت شويه، اتطورت شويه. لما اجي افتح مثلا نوت باد اهي، نفس هي النوت باد بتاعه الاكس بي، ونفس هي بتاع الفيستا بتاع ال 98، ما اتغيرتش كتير. اجي افتح تاني كروات واجي اخد اكسسوارز. تمام. في عندي ان هو البينت، هنفتحه ونشوف. ممكن يكون ده من احد البرامج اللي اتغيرت فعلا، اتغير فيها حاجات كتير، الشكل نفسه مختلف، ابتدى يحط فيها شويه امكانيات، الباليت بتاعت الالوان الكلر موجوده، الفرشه بقى ليها شويه مقاسات، ابتدى يقتبس شويه من برامج الجرافيكس بقدر المستطاع، وابتدى يدمجها في برنامج الرسام. ابتدى اعمل ريسايز وسيلكت واعمل بيست واعمل كات واعمل اكتب على الصوره بكل احترافيه، ابتدي امسح فيها جزء، ابتدي ان انا بالقطاره ابتدي ان انا اخد جزء من اللون، الباليت اختلفت، ضاف لي شويه سايز للخطوط اللي هي لو انا عايز اعمل خط مستقيم. في بعض التعديلات طبعا دي بتختلف من شخص لشخص حسب المهاره بتاعته، من الممكن ان تبتدوا ان انتوا تتعلموها، بس احنا بنشرح ان المكان بتاعها فين. هو نفس المكان بتاع اول بروجرامز اكسسوارز، في نفس المكان ما اتغيرتش، بس الامكانيات بتاعته هي اللي اتغيرت. تمام. نخش على نقطه تانية، شويه القوائم ديت قوائم سيستم. طبعا معروف الدوكيمنتس بيتحط فيها المستندات، والبيكتشرز بيتحط فيها الصور والميوزك، والجيمز فيها شويه جيمز جديده مخصوصه بويندوز 7 او ادمجت في اصدار ويندوز 7. كمبيوتر طبعا احنا قلنا عليها وتطرقنا ليها قبل كده اهوت. كنترول بانل لاضافه الهاردوير واضافه وازاله البرامج، ديفايس اند برينترز
لإضافة وإزالة أي وحدات وملحقات خاصة بجهاز الحاسب، من سكانر، من كاميرا، من بلوتوث، من أي حاجة، من برينترز. ابتدي ان انا من سكانر ابتدي ان انا اوصلها بجهاز الكمبيوتر، ابتدي ان انا اعرفها واتعامل بيها. فببتدي ان انا اعرفها من هنا، وبرضه ممكن اعرفها من الكنترول بانل ومن الديفايس ديفايسز اند برينترز. ديفولت بروجرامز، ده في بعض البرامج الديفولت بتاعتي ببتدي ان انا اخش جواه وابتدي ان انا احطها بحيث ان هي تبقى موجودة عندي بصفة مستمرة. الهيلب اند سبورت ده لازم يكون موجود في الويندوز، على اساس ان دوت بيبتدي ان هو يساعدني ويديني دعم فني من خلال ان انا ادخل وابتدي اعمل سيرش على خاصية معينة في الويندوز او اي حاجة انا مش فاهمها في نظام التشغيل، وبكتبها في البوكس بتاعها وبيبتدي ان هو يديني المعلومة اذا كانت موجودة عنده في ملف الهيلب. لو مش موجودة بيقترح عليا ان انا اخش على الانترنت وابتدي ان انا اراسل الدعم الفني في شركة مايكروسوفت ويبتدي ان هم يردوا عليا. كان في بعض الاصدارات القديمة كان فيه نوت زر مكتوب اسمه ران، سواء بيبقى موجود هنا او بيبقى موجود هنا، هو طبعا مخفي وهنشوف احنا نقدر نظهره ازاي. طبعا ده الزرار الشائع والمعروف لدى الجميع ان هو شت داون بيقفل الويندوز، وجنبيه زرار صغير موجود سويتش يوزر لوج اوف لوك ريستارت سليب. طبعا السويتش يوزر ديت عشان نبتدي نعرفها سريعا، السويتش يوزر لما بيكون انا شغال على برامج معينة وفوجئت ان في شخص تاني شغال معايا على الجهاز ومحتاج ان هو يشوف حاجة معينة، مثلا سي ان هو عايز يخش على النت وانا فاتح مثلا صفحة الفيس بتاعتي او فاتح حاجة برايفت بعمل شات مع اي حد او بعمل ريسيرش في اي عن اي موضوع ليا ماي ورك ليا عملي الخاص، وفي نفس الوقت انا مش عايز اقفل العمل دوت وعايزه ان هو برضه ما يتعطلش ويبتدي ان هو يشوف هو محتاج ايه من الجهاز ونرجع كل واحد لعمله تاني. فببتدي ان انا بعمل سويتش يوزر. ميزة السويتش يوزر ان هو بيسيب لي كل حاجتي زي ما هي، بعمل سويتش يوزر بخش بيوزر جديد، الشخص الاخر بيبتدي ان هو يتعامل مع الجهاز ويشوف هو ايه احتياجاته في الجهاز، بعمل سويتش يوزر تاني برجع بلاقي حاجتي زي ما هي ما اتقفلتش. ده عكسه اللوج اوف. اللوج اوف بستخدم اللوج اوف لما بكون انا عايز اقفل كل البرامج بتاعتي واخش على يوزر جديد او يوزر اخر، ويبتدي لما اجي ارجع هيلاقي حاجتي مقفوله. اللوك ده عباره عن ان انا قمت من على الجهاز وعايز ان انا بعمل شاشه بحيث ان هو مقفول، ممكن الشاشه دي اعملها بباسورد او ممكن اعملها بس كروت شاشه للويندوز ومقفوله بحيث ان محدش يعرف انا شغال على ايه. ريستارت طبعا معروف للجميع ان انا بيعمل اعاده تشغيل للبرنامج او للجهاز ككل. سليب دوت توفير للطاقه وبيعمل عمليه راحه شويه للجهاز بحيث ان هو ما بيفصل الباور من باور سبلاي والماذر بورد والهارد ديسك وكل المكونات بتاعه الجهاز، وبيديني شبه شت داون وبكل سهوله. اول ما بدوس على زرار باور من جديد بيبتدي ان هو يسيب لي على اخر، يخش لي على اخر حاجه انا كنت عليها. في حاجه برضو صغيره، انا ممكن اغير الزرار بتاع الشت داون ده واخليه اي حاجه من اللي موجود هنا. ازاي اعملها؟ هاجي طبعا على التاسك بار اللي احنا متفقين عليه تماما ان هو مجرد ان انا بضغط عليه واقول بروبرتيز بينفذ لي حاجات كتير جدا. باجي على ستارت منيو زي ما احنا متفقين، هبص الاقي هنا هوت الباور بوتون اكشن. لما اجي ادوس على زرار باور بوتون اكشن هيعمل ايه؟ هيعمل لي شت داون ولا هيعمل ايه؟ فبختار اي حاجة من القائمة هنا، مجرد انا بضغط على السهم الاسفل هنا بيبتدي يختار لي اللي انا عايزه منه. لو انا قلت له مثلا على سبيل المثال سويتش يوزر
وابتدي اقول له اوكي. وجيت في الستارت منيو وابص هنا الاقي هنا سويتش يوزر. طب راحت فين الشات داون؟ ابص الاقيها انتقلت في القائمة اهي. يبقى اذا اي حاجة في القائمة هنا ممكن اقدر اخليها في السويتش، مكان السويتش يوزر او مكان الشات داون اللي هو الديفولت بوتون بتاعي. كليك يمين بروبرتس ستارت منيو، اجي هنا اقول له سي ريستارت اوكي، افتح تاني الاقي ريستارت اتعملت. كل واحد حسب استخدامه. طيب نرجعها تاني ونقول اوكي اهي تمام، وكل حاجه رجعت زي ما هي. تمام، عايز اجيب ران من هنا احطها ران، ديت ببتدي ان انا اشغل مجموعه اوامر او اشغل اي برامج غير السيرش. السيرش بيبحث ويبتدي ان هو يخيرني ما بين البرامج اللي هتيجي، وانا اختار البرنامج بالفعل اللي انا عايزه واعمله. لكن ران هنا هو لابد ان انا ابتدي ان انا اكون عارف الامر ايه اللي انا بكتبه علشان يبتدي ان هو ينفذ لي الامر ران. فباجي هنا بروبرتس ونركز في الحته دي كويس علشان ليها فوائد كتير جدا. لما اجي بقول بروبرتس انا شغال كل ده في الستارت منيو، فهبتدي ان انا اخش في الستارت منيو. تمام، هاجي في كاستمايز هلاقيه هنا في منيو كبير وحاجات لذيذه قوي. لو انا عايز دلوقتي اظهر كلمه ران ببتدي انزل لتحت كده لحد ما الاقي كلمه ران تجيلي اهي ران كوماند. جاست ان انا في التشيك بوكس دوت اعلم عليه واقول له اوكي، اقول اوكي وافتح الستارت منيو، ابص الاقي كلمه ران موجوده عندي تاني. نخلي بالنا هنا اهوت، لو انا بصيت هلاقي كلمه كمبيوتر مفيش جنبيها جامب ليست. طبعا احنا فاكرين الجامب ليست. تمام، طيب مفيش درايفرز الموجود فيه في كنترول بانل، مفيش في الدوكمنت، مفيش البيكتشرز، مفيش الميوزك، مفيش الجيمز، مفيش. اذا اللي مفيهوش اي جامب ليست انا بضغط عليه بيبتدي ان هو يفتح لي ويندو جديده فيها الامر دوت. تمام، طيب لو انا عايز بقى اعمل جامب ليست للقوائم ديت، باجي على التاسك بار كليك يمين بروبرتس ستارت منيو كاستمايز، وابتدي ان انا اتعامل مع كل حاجه. هنا لما ابص على كمبيوتر بيقول لي ديسبلاي از لينك، يعني هل الكمبيوتر ده هيبان لي كلينك ولا ديسبلاي از منيو تحتي منيو اللي هي زي الجامب ليست دوت، ولا دونت ديسبلاي ذيس ايتم. لو انا بصيت هلاقيه ان هو ظاهر عندي ومتعلم في نفس التوقيت على ديسبلاي از لينك، يبقى اذا هو موجود عندي بنفس الصيغه اللي متعلم عليها هنا وموجود هناك. طيب لما اقول ديسبلاي از منيو واقول له اوكي اوكي، لو بصيت كده اهوت ورحت للكمبيوتر لقيته اداني جامب ليست، بس الجامب ليست هنا اهوت مختلف عن الجامب ليست اللي هنا. الجامب ليست اللي هنا مجرد ان هو مديني الدرايفرز اللي عندي، البارتيشنز اللي عندي. البارتيشن عندي انا السي والدي والاي والاف، دول موجودين اللوكال ديسك، دول هم دول الهارد ديسك بتاعي، وهنا السي دي روم هي اللي موجوده. تمام، فاداني الدرايفرز اللي موجوده عندي من هارد ديسك وسي دي روم. لو في فلاشه هيتحط فلاشه، لو في عندي فلوبي ديسك هيتحط فلوبي ديسك، لو عندي اتنين اقراص ضوئيه بيتحط، لو عندي بارتيشنات اقل من هذا او اكتر من هذا هتبان لي في المنيو اللي موجوده عندي. لو انا احنا طبعا هنجرب في الكمبيوتر بس، وهسيبكم تجربوا في بقيه الحاجات اللي انتوا عايزينها. هكليك يمين بروبرتس، هبتدي في الستارت منيو، هبتدي في كاستمايز، هبتدي دونت ديسبلاي ذيس ايتم اوكي اوكي. لو بصيت هنا اهوت هلاقيه اختفى اصلا الكمبيوتر من هنا. تمام، يبقى دي برضو طريقه ان انا اخفي الايتم اللي انا عايزها او اظهرها. تمام، ممكن احط لها لو هي مسموح لها ان هي تحط لها منيو بظهرها،
لو هي ما فيهاش وعايز اذا لينك بقدر ان انا احقق دوت. باجي على التايم هنا وبضغط دبل، بضغط كليكايه واحده سوري تمام، بيعرض لي الساعه الوقت بتاعي والسنه والشهر، وهنا ده اليوم ودوت النتيجه بتاعتي. لو انا عايز الساعه دي مش مظبوطه وعايز اظبطها او عايز اغير التاريخ، باجي تشينج، ببتدي اقول تشينج ديت اند تايم، ابتدي ان هو اغير في السنه واغير في التاريخ واغير في اليوم واغير في كل اللي انا عايزه تمام. طيب عايز اضيف ساعه جديده اعمل ايه؟ دوست هنا اهو على اديشنال كلوكس واعمل شو ذيس كلوك يظهرها لي، واختار من هنا اي توقيت اخر وليكن لو اخدت جرينتش وابتدي اشوفه هو فين اهو تمام، وقول ابلاي، اجي اختار كلوك 2 اهي واختار وليكن هي جت كويت الرياض واصبح كلوك 2. انا ممكن اغير الاسم من كلوك 1 اكتبها باسم التوقيت نفسه، يعني التوقيت الدولي توقيت اي حاجه، وهنا هو باسم البلد التانية واقول اوكي. ايه اللي حصل هنا؟ لو انا بصيت كده اهوت ودوست كده اهو اداني الديفولت بتاعي اهي بتاع البلد بتاعتي، ودي كلوك 1 ودي كلوك 2. طبعا عشان ما اقعدش اتلخبط زي ما احنا قلنا كلوك 1 وكلوك 2 انا بسميها باسم البلد او باسم المنطقه اللي فيها التوقيت دوت، ودي بتفيدني ان انا اعرف التوقيت ده في بلدي او في القطر بتاعي الوقت الساعه كام دلوقتي، وفي نفس التوقيت بتاعي في قطر تاني اعرف. ده طبعا بيفيد كتير وهنشوفها برضو اللي احنا هنلاقيها في حته. في عندنا حاجه هنا على الديسكتوب اسمها جادجتس. جادجتس ديت شويه رموز ذكيه بنقدر ان احنا نتعامل معاها، بنحطها على سطح المكتب بتدينا شكل جمالي وبتفيدنا، وخصوصا لو نكون موجودين على النت بتفيدنا قوي. بتفيدنا ان هي بتقدر تجيب لي الطقس، حاله الطقس، الجو اخباره ايه، اسعار العملات، بتديني شويه نيوز اخبار بالخاصيه الار اس اس اللي هي خدمه الاخبار. طيب نشوف بتيجي ازاي. مجرد انا باجي على اي مكان في سطح المكتب زي ما احنا متعودنا، باجي كليك يمين وبقول له جادجتس، يبتدي يفتح لي قائمه. القائمه ديت ببص يقولي بيج 1 اوف 2، يعني عندك صفحه واحد من اتنين، ثم صفحتين، صفحه هي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، وادوس هنا كده اديني 1 9. هل اقدر ازودهم؟ اقدر ازودهم مجرد ان اخش نوت جيت مور جادجتس اونلاين، يعني انا اقدر نوت اجيب اكتر من دوت على من على الانترنت تمام. طيب وهنا شو ديتيلز، بيبتدي ان هو يعرض لي الديتيلز بتاعتها ايه، ماشي. الكلاندر بتاعتي اهي كلاندر، بيبتدي ان هو ايه الكلاندر بتاعتي، وبيقول لي هي دي بتعمل ايه اللي انت بتشوف اليوم في الكلاندر. طيب دوت التايم بيقول لي كلوك واتش، يعني بيديك نبذه تعريفيه عن الاداه اللي انت هتستعملها دي ايه. السيبيوميتر بيبتدي يديني السيبيوميتر، سيز كارنت كمبيوتر سيبيو اند سيستم ميموري رام، بيوري لك انت الكمبيوتر بتاعك حالته ايه دلوقتي، ايه اليوزد اللي شغال، بيعمل بروسيسنج قد ايه، الرام الكليه بتاعتك قد ايه، والمستخدم منها قد ايه، والفري فيها قد ايه. طبعا الحاجات دي بتنفع لانها ادوات ذكيه بتبتدي ان هي تساعدني وبترشدني وانا شغال تمام. طيب عايز اجيبها، طب نقفل بس ده كده، نعمل هايد للديتيلز. مجرد ان انا بضغط عليه دبل كليك هي ظهرت لي، الكلوك دبل كليك برضو ظهرت لي، السي بي يو ميتر دبل كليك ظهرت لي. اذا مجرد ان انا بقف على الاداه اللي انا عايزها واعمل عليها دبل كليك وهقفل زي ما احنا متفقين ان ديت بتقفل كلوز، ودوت
مينيمايز، مينيمايز لا ده ماكسمايز وريستور، ودوت مينيمايز. تمام، هقفل بالكلوز وابتدي ان انا اتعامل، ممكن انتقل بيه مجرد ان انا بضغط بالماوس وابتدي ان انا احركها في اي مكان. ابتدي ان انا اهو عايز اخليها هنا واخليها هنا. هنا انا عايز الشاشه الشكل بتاع الساعه دي ممكن ما يكونش عاجبني، او ممكن يكون كل واحد بذوقه، عايز اختار حاجه تانية. باجي على هنا ببص كروت بلاقي في سهمين، في سوري زرارين، الزرار الاولاني كلوز والزرار التاني اوبشنز، شويه اختيارات. لو دوست عليه اداني شويه اختيارات، من ضمن الاختيارات اللي انا اختار الشكل بتاع الساعه، الشكل اللي انا عايزه. تمام، وفي نفس التوقيت اختار الكلوك نيم، اكتب اللي انا عايزه ماشي، يا اما اختار الكرنت كمبيوتر تايم اللي هو الوقت المظبوط عندي في الكمبيوتر، لا اما اختار اي بلد تانية. انا ممكن دلوقتي لحد دلوقتي اصبح عندي كم ساعة، كذا ساعة، في واحدة في تلاتة هنا اهو اهي، وفي واحدة اهي، وهنشوف في حاجات تانية ولا لا. طيب هنا ده عشان يوريني العقرب بتاع الثواني، اقول اوكي ابتديت اتنفس اهو، اداني عقرب الثواني واداني شكل الساعة، وهو هو نفس التوقيت بتاعي. تمام، طيب هفترض ان انا عايز اعمل توقيت تاني وبساعة تانية، بدوس بقى على دي لان دي ما فيهاش تاني، مش زي هنا، لا بدوس كليك يمين جادجتس واقرر الساعة مرة تانية او اقررها مرة تالتة زي ما انا عايز، ان شاء الله اعمل 10 ساعات زي ما انا عايز، وادوس هنا على السيتنج بحرك اهو على الاوبشن. تمام، وابتدي اختار اللي انا عايزه وليكن دي، واختار اي تايم تاني، واختار ممكن السكند، واختار اي بلد وليكن اهي اوكي اهي. تمام، ممكن اختار في دي اهي، اختار السكند واختار اي بلد، بغداد مثلا. طبعا هو بياخد التاريخ والوقت من النتيجه الاساسيه. تمام، طيب بس كان الاول لما كنت باجي بقف هنا اهوت كان بيديني تايم واحد وتاريخ واحد، لكن هنا بص اهو اداني التلاته حسب ما انا مختار التلاته. لما باجي نوت في النتيجه بدوس كده اهوت بيبتدي يديني الشهر كله وبيقول لي انت واقف في اليوم دوت او يوم 18، يعني ممكن استعرض منها اي تاريخ انا عايزه. تمام، ميزه الايرو سناب، لو انا جيت على كمبيوتر وفتحت اهو، خلي بالنا كده اهوت مع بعض، لو انا فاتح ده النافذه دي وعايز افتح نافذه تانية ماي كمبيوتر اهي، يبقى انا عندي نافذتين عايز اعمل لهم تجانب، عايز اعمل هوريزونتال او فيرتيكال، هي نفس التجانب، كليك يمين واقول له سايد باي سايد او ستيكت زي ما انا عايز، دي هي بعمل حاجه اسمها سناب، ايرو سناب. الايرو سناب مجرد ان انا باجي بالماوس بشاور على دي اهو، ده بقى الاكتيف بتاعي، وبضغط عليه واضغط عليه ماشي، واروح رامي كده في الاخر خالص. بص انا ما سبتش ايدي لسه، ما سبتش، بصوا الشكل اللي هو عمله لي اهو، شكل في شكل اهو شبه مختفي، لو سبت هيديني الشكل ده. بصوا ركزوا معايا اهو، يبقى هو عمل ايه؟ عمل تجانب باسم الشاشه. نرجعها تاني كده، بس بيرجع معايا بكل سهوله للوضع الريستور القديم، بعمل كده واسيب، اجي التاني برضو اعمل سناب، اعمل كده واسيب، خلاص عمل لي تجانب لوحدي تلقائي، هي نفس الخواص اللي انا كنت بجيبها من هنا، سايد باي سايد ماشي اهو، سايد باي سايد هي ايروبيك. جاست اللي انا باجي جنب الساعه، باجي جنب الساعة، فين هي الساعة؟ اللي تحت، واجي اقف على ايوه الزرار ده اهو،
موجودين. لو عملتها واحدة كبيرة مش هتبان، لأن حدودها هتبقى على حدود الصفحة الشاشة، فبالتالي مش هتبان. لكن لما عملت اتنين اهو اهو باين. بس هل هم اختفوا؟ انا ما دوستش، انا مجرد شاورت بس بالماوس، بعمل كده اهي بتمشي، بعمل كده اهوت بتيجي لوحدي بتلقائيه. لو انا عايز اعمل بقى شو ديسكتوب بدوس عليها اهي خلاص، عايز ارجعها تاني اهي. لكن كده اهو مجرد انا بشاور بس كده اهو، بيبتدي ان يظهر لي سطح المكتب وبيخفي لي اللي انا شغال عليه. تمام. طب افترض ان انا عايز اجيب دي فول سكرين بملء الشاشه، مجرد انا بنزلها كده وحاططها فوق كده اهو واسيبها، بصوا الحدود اللي عملت ازاي، مجرد ان انا اسيب هتملى الشاشه، مجرد ان انا هرجع كده بترجع تاني. عايز اجيب دي اللي ملء الشاشه اهي. تمام. دي خاصيه سناب، بس لما بعملها فول سكرين. عايز اجيب دي اهي، عايز اجيب ديت في الجنب اجيبها اهي. تمام. طيب خاصيه شاك، لو انا عندي ده كده اهو وده كده اهو ماشي، و وليكن فتحت اللي هي النتورك دي، انا عندي كذا نافذه اهي. تمام. طيب انا عايز اتعامل مع نافذه واحده، ولتكن دي، ولتكن مثلا مثلا، ومش عايز اظهر النوافذ اللي في الخلفيه اللي ورا دي، بمسك دي كده اهو بكل سهوله واهزها كده، اختفت كل اهي، بس اختفت كل النوافذ اللي ورا. عشان ارجع النوافذ اجيب كده واعمل شاك اهي، رجعت. تمام. بعمل كده شاك، هزه بتختفي وكده شاك بتظهر. تمام. تمام. انا دلوقتي عندي ثلاث نوافذ، ادي نافذه وادي نافذه ودي نافذه. طيب انا مش شايفهم مع بعض، علشان انتقل ما بينهم بكل سهوله بدوس على زرار الالت مع زرار التاب على الشمال تحت حرف الزل ناحيه الـ الارقام فوق، في زرار تاب، زرار التاب ليه سهمين قصاد بعضيهم كده ماشي، بدوس عليه اهو ابتدى ان هو ايه ينتقل لي ما بين الشاشات اللي موجوده عندي اهو. تمام. الشاشه اللي انا عايزها بسيب ايدي هي اللي بتظهر عليها. عملوا برضو زرار لذيذ جدا، نفس بيعمل نفس الخاصيه بس 3D. ايه هو الزرار دوت؟ بدوس على الشباك والتاب، بصوا كده بيعمل ايه، انا دايس على الشباك، وكل ضغطه بالتاب بيبتدي ينتقل الى الشاشه لحد ما اوصل للشاشه اللي انا عايزها واسيب ايدي، بقت هي ديت الشاشه الديفولت بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. هنقفل النوافذ ديت.